شوي ورا حاسس ان انت عايز مايك ولا زي الفل؟ سمى الشورى ماشي سحبيه. ها مش محتاجه مايك، بس انا شاحن البطاريات وعامل شغل جامد، وقلت بقى ايه ممكن مايك نحتاج ولا حاجه. فلقيتكم بقى كل مره تقعدوا تقولوا لي اشتغل بصوت، بس لو خستعت بكره ولا حاجه يعني اسمحوا لي اشتغل بالمايك. مبدئيا كده النكوت في الكابتن تشاتشي، شويه نكوت علشان الناس اللي ايه تشتغل معانا حلو، وبكره يبقى فيه جنب النكوت هيبقى فيه كمان شوكولاته. ماشي؟ بص يا معلم، مبدئيا كده احنا عاملين معسكر مع بعض علشان نجيب الماده دي كلها، مش في شوال، في كيس بلاستيك، مش محتاجه الشوال كبير عليه، هو كيس بلاستيك صغير كده هلم فيه الماده. انتوا عندكم طبعا الجزء اللي قبل الميد ترم الحمد لله رب العالمين ملغي، فيتبقى عند حضرتك حته الريفيشن السخنتاته دي، شويه الريفيشن، شويه الورق الصغنن ده، هو ده كل حياتك على مدار الاربع ايام دول، وتخش تقفل بيه وبامر الله تجيب ال 60 من 60 في الامتحان بتاع الفاينل، وان شاء الله كلكم محدش يقل عن الاي ماينس في الماده دي، ويبقى ختامه مسك. مش اخر ماده عندك؟ بس السؤال، عملت ايه في الانجليزي؟ عملته كويس؟ ها؟ حاسس ان في انقسام. ايه ده؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ واحد يقول له مبطئ، في ايه؟ معناه ايه؟ الانجليش ما كانش حلو؟ هو كان في موديلات اصعب. في مودلز كانت مختلفة وأصعب من مودلز أخرى؟ طب هي اكتر ماده كانت بالنسبه لكم صعبه؟ مايكرو. خلي بالك انا اكتر حاجه بقلق منها لما انتوا بتبقوا مدرمخين فيها وبايظين فيها هي المايكرو والماكرو، لان الماده اللي انا معاكم ان شاء الله فيها السنه اللي جايه ماده اسمها بابليك فاينانس، ودي ماده فيها دمج ما بين السياسه والاقتصاد. فلما الناس بتبقى طالعه بص فالناس لما بتبقى طالعه اصلا كاتيانه وبايظه وعدمانه في الاقتصاد، انا بحس ان انا برجع اشتغل معاك من الاول من القاع. فبالله عليك والنبي شدوا حيلكوا شويه، بالله عليك المايكرو كان زباله زباله خالص، مش نافع ببصره. يا لهوي يا لهوي. طيب كم حد هنا بيكره البوليتكس؟ ما تتكسفش قول الحقيقه، ما تتكسفش. كم حد هنا بيكره البوليتكس؟ لا عدد بسيط جدا اللي بيكرهها. ليه؟ ليه بشوي؟ انت خايف تحبها عشان ما تتجوزهاش، عشان انتوا مفيش طلاق عندكم صح؟ عشان انت لو اتجوزت الماده هتبقى على طول معاك. بص يا جماعه، عايزك تراجع معايا الشيت بتاعت الريفيجن اللي هي الفاينل ريفيجن. خلاص حتى لو عندك الميد تيرم ريفيجن في البيت فكك منها خلاص، كل زي ما قلنا كل الجزء اللي قبل الميد تيرم مع السلامه. الجزء بتاع اللي بعد الميد تيرم ده مكون عندنا من ست مواضيع المفروض هنتكلم فيها، هم بصراحه بالظبط خمسه، لكن احنا كنا متناولينهم مع بعض في الكورس في اطار 6 شيتس، فاكيد انت متوقع ان احنا عايزين على مدار 3 ايام ان احنا ناخد في كل يوم بمعدل 2 شيتس 2 شيتس 2 شيتس. هقول لك الخطه اللي احنا هنشتغل بيها، بس الاول اخدك في لفه حوالين الشيت بتاعتنا عشان تبقى عارف راسك من رجليك، تمام؟ في حد اشترى شيت من المكتبات؟ اشتريتها بكام؟ 35؟ يا جدع انا كاتب على الجروب ان هنا ب 20. يا جدع بص، قاعده من يوم ورايح، واديني بقولها اهو في الفيديو عشان كله يعرفها. اي ورق يخصني هتلاقيه هنا اهو ارخص بكتير من المكتبات، وهعمل لكم ديل مع بروفايدر محترم ان انت من يوم ورايح بامر الله تعالى لو انت عايز تصور اي ورق تصوره بسعر تقريبا نص اسعار المكتبات. يعني لو انت رايح تجيب شيت ب 10 جنيه هتروح تصورها بكواليتي اعلى وبالالوان بنص سعرها او ممكن اقل من نص السعر كمان. فيا ريت كل الناس النهارده تفكروني قبل ما تمشوا ان انتوا كلكم تعملوا جوين للجروب بتاعنا على الفيسبوك، تمام؟ علشان خاطر اعمل لكم الانونسمنت ده، خصوصا كمان ان في حاجات في اجازه نص السنه عايز ان انا اعرفكم بيها علشان خاطر تستفيدوا بيها في حياتكم العمليه وتملوا السي في بتاعكم الملط، لان ما فيهوش غير الايميل ورقم التليفون بتاعك.
في حاجات انت محتاج دورات تدريبيه تبقى متابعها، في حاجات احنا هنا بنقدمها مجاني، في حاجات بتبقى مدعمه، فانت المفروض تستفاد بالامور دي. يعني على سبيل المثال هتلاقي في اجازه نص السنه عاملين ندوه مجانيه للالتحاق بالعمل في البنوك، جايب لكم ثلاث مديرين اقسام مختلفين من بنوك مختلفه علشان يقولوا لك ازاي حضرتك تتاهل للعمل في البنوك، ازاي تحضر نفسك لسوق العمل، ايه اولويه الدورات التدريبيه اللي انت عايزها، ازاي تعمل السي في بتاعك. تمام، معمول لها ندوه مجانيه، ودي احنا عملناها من فتره مره وهنعملها تاني في اجازه نص السنه، فلازم انت تيجي تبص عليها. تمام، والمشاريع فيها بالمجان، حلو كده، ببلاش ومشاريع. تمام، بس ما تجيبش ولا شهاب بسندوتشات الفول بتاعته. تمام، فعايزك تبص كده معايا على الريفيجن بتاعتنا، هتلاقي الريفيجن بعد الكفر على طول، هتلاقي الورقه اللي بتكلم فيها على شويه كده مبادئ واخلاق كده كده بتقطعوها وتقلوا عليها بطاطس ما بتفرقش معاكم، لكن يا سيدي الفاضل هتلاقي في بريف للمنهج بدايه من صفحه 2، وعايزك تاخد بالك بس ان في نهايه صفحه 1 في ادعيه المذاكره، عشان انا عارف ان انت بتبقى ايام ليالي الامتحان بتبقى مولاي على طول، فاهم انت؟ طول السنه مقضيها صياعه، لكن وانت رايح الامتحان او وانت رايح تجيب النتيجه تبقى ماشي غاضد البصر، تلاقي نفسك كده لا ما بصش. انما بقى لو عارف الايام العاديه جريها قطه، فاهم؟ قله ادب على الاخر. تمام؟ وبالتالي يا سيدي الفاضل ايه؟ موبايل ايه؟ موجود ده جوه. تمام؟ فحضرتك ان شاء الله بعد ادعيه المذاكره كده على طول ربنا يفتحها كده في وشكم يا رب بالخير، تمام؟ بالخير مش بحاجه ثانيه. هتلاقي حضرتك المنهج معمول في شكل بريف، والمنهج هنا انا ما اختصرتش من المنهج الاساسي اكتر بصراحه من 10%، يعني انت لو عايز تعتمد على الريفيجن من غير ما ترجع لورق الشرح اصلا، اعتبر ان ورق الشرح كانه مش موجود علشان ما تتشددش. واللي متعود يذاكر من ورق الشرح ومش عايز يذاكر من الريفيجن وفر ثمنها، وانا كده كده نزلتها على الجروب بي دي اف، ويهمني في الريفيجن الاسئله بالنسبه لك لو انت هتذاكر من ورق الشرح. يبقى الجزء بتاع المنهج يتذاكره من هنا وتطنش الشرح، يتذاكره من الشرح وتطنش هنا براحتك. حلو كده الكلام؟ على افتراض ان انت بتذاكر من هنا، هتلاقي المواضيع بتاعتك كلها مكتوبه ومترجمه ومتقسمه بالعناوين زي ما هنشوف مع بعض على مدار الشغل، بدايه من صفحه 2 لغايه صفحه 26. بداية من صفحة 2 لغاية صفحة 26، تمام؟ في صفحة 27 دي مجرد بعض الملحوظات هبقى الفت نظر حضرتك ليها في الآخر علشان تاخد بالك منها، مجرد ملحوظات، تمام؟ لكن المنهج بيتوقف عند 26، يعني المنهج بتاعك كله في 25 صفحة، حلو كده الكلام؟ بعد كده يا سيدي الفاضل من أول صفحة 28 هتلاقي بداية الأسئلة، والأسئلة في البوليتكس في قمة الأهمية، عشان كده هنتكلم على فكرة الأسئلة هنتناولها ازاي مع بعض. هيبقى عندنا طريقتين لتناول الأسئلة، علشان الأسئلة دي إن شاء الله لازم أغلبها أو كلها يتحل كله، طبعًا كلها دي راجعة ليك لازم أنت نفسك تحلها كلها في البيت، لكن أنا بتكلم عن نفسي، لازم أغلب الأسئلة أو كلها أحلهم معاك. تمام؟ هتلاقي الأسئلة متقسمة بالمواضيع، ودي حاجة كويسة من وجهة نظري علشان أنت ما تتشتتش. لما الأسئلة بتبقى كلها سايحة على بعض، أنت بتبقى عايز تحل على الجزء اللي أنت ذاكرته وبس. وساعات بتتلخبط وتقول طب أنا الجزء اللي ذاكرته ده أعلم على أنه أسئلة اللي أشتغلها. فأنا مقسم لك الأسئلة بتاعت حضرتك بالموضوع. فهتلاقي الأسئلة الأولانية بتتكلم على الموضوع اللي هنتناوله النهاردة، اللي هو الـ representation والـ separation of powers. هتلاقي مجموع أسئلة بالنسبة للجزئية دي يا سيدي الفاضل، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عندنا كمية أسئلة على الجزء ده، لأنه أكتر جزء بيجي فيه أسئلة في الامتحان، عندنا ليها 111 سؤال true or false. ويا سيدي الفاضل بعد كده هيخش على الـ political life اللي هو الموضوع اللي هنتناوله بكرة، وده يا سيدي الفاضل عاملين له من 111 بداية من 112 لغاية 172، وبعد كده الجزء الأخير اللي هو الانترناشونال ريليشنز اللي في آخر محاضرة
عندنا من 173 لغايه 201. بعد ما تخلص الترو فولس هتلاقي على طول المالتيبل تشويس، وبرده متصنفين ومتقسمين بنفس الشكل. هتلاقي الاسئله سواء ترو فولس او مالتيبل تشويس متقسمه ثلاث اجزاء او ثلاث مناطق او ثلاث عناوين، تمام؟ هم دول اللي هنشتغلهم على مدار الثلاث محاضرات. وبكده انت تقدر تستنتج معايا حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان احنا المفروض المحاضره الاولى اللي هي النهارده المفروض انها تكون اكبر محاضره عندنا. طبعا انا سبتكم امبارح ان انتوا تريحوا شويه، وانا عارف ان انتوا برده ما استفدتوش بالوقت، وفي ناس برده ما نامتش كويس، ولكن النهارده محتاجين نتعب مع بعض شويه علشان النهارده اول يوم، ونبتدي نخفض المجهود بتاعنا واحده واحده واحنا ماشيين لغايه اخر محاضره. بلس ان انا النهارده مش هقدر احل معاك كل الاسئله، لان في ناس منكم يا اما ما سمعتش الكلام ده قبل كده، يا اما سمعته قبل كده بس طبعا نسيته من كتر الامتحانات، على بال ما وصلنا من اخر الشهر اللي فات لغايه دلوقتي بقالك تقريبا 3 اسابيع بتمتحن او اكتر، فحضرتك يا سيدي الفاضل اكيد نسيت كلام كتير. الحمد لله على السلامه. حضرتك اكيد نسيت كلام كتير، فعشان كده هشتغل معاك باسلوب ازاي. هناخد النهارده موضوع هيبقى بيتكلم عن الريبريزنتيشن والسيبريشن اوف باورز، مبدا التمثيل النيابي ومبدا الفصل بين السلطات، وهنحدد موقعه في المنهج ازاي، ونعرف فكرته جت منين، ونشرحه مع بعض. حضرتك هتروح النهارده المفروض بالطريقه اللي هقول لك عليها، هتقرا الجزئيه دي وتذاكرها بالطريقه البسيطه اللي هنقولها مع بعض، وبتبتدي تحل الاسئله. لما حضرتك هتشرفني بكره هنبتدي مع بعض نحل الاسئله بتاعتنا يا سيدي الفاضل، بدايه من اول جزئيه في المحاضره على طول. هنقعد نحل على الاسئله بتاعه جزء النهارده، نفضل شغالين بيها لغايه ما نخلص فيها جزء محترم، وبعد كده هنبتدي الجزء الايه الجديد، تروح تذاكره وتحل عليه، وتروح جايين اليوم اللي بعده ناخد الاسئله بتاعته وناخد محاضرتنا الاخيره ونحل عليها كمان شويه. ولو عايزين اليوم الرابع اعمل لكم محاضره اضافيه مجانا، نجيب فيها امتحانين السنتين اللي فاتوا ونقعد نحلهم مع بعض، ما عنديش مشاكل. عايزني اخر يوم ده بدل ما تيجي انت اليوم الرابع ابقى انا موجود مع حضراتكم لايف زي ما عملت مع اخواتكم بتوع سنه ثانيه واخواتكم بتوع سنه ثالثه، اقعد في اخر يوم ده معاكم فتره بعد الظهر ده افتح لايف واتكلم معاكم في امتحان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها ونحله مع بعض على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، اوكي. طب بقيه الاسئله اللي انا ممكن ما الحقش ان انا احلها معاكم هنعمل فيها ايه؟ علشان الوقت بتاعنا ضيق، انا كان عليا لو انتم مستعدين تقعدوا انا مستعد اقعد اعمل معاكم كل الاسئله في كل يوم، خلصها كلها. عدد الاسئله اللي عندنا يتخطى تقريبا ال 300 سؤال. انا مستعد اقعد اعمل معاكم كل الاسئله. بس الفكره علشان ساعات بيبقى وقتكم صعب، وساعات انتم بتبقوا عايزين عندكم مشاكل في المرواح والسكه والزحمه والقصص دي كلها، فانا هحاول اعمل يا نص يا اكتر من نص الاسئله معاكم، وممكن ابقى قاعده ان انا كل يوم من اول بكره بطلع معاكم على الجروب لايف، نقعد كده اهو كده في الروقان في المكتب، وانتوا الماده بتاعتكم مش محتاجه ان احنا نقعد نكتب على البورد كتير في حل الاسئله، على عكس ماده سنه ثانيه او سنه ثالثه بيبقى في مسائل وجرافات وحاجات رقميه الى اخره، انتوا مسالتكم مادتكم كلها ايه؟ بشكل نصي. فنقعدوا كده في الروقان نحط الريفيجن كده قدامنا ونفتح لايف، واروح جاي ماسك كل الاسئله اللي انا ما حليتهاش معاك اقعد احلها معاك في اللايف على الجروب سؤال سؤال. ايه رايكم في الفكره دي؟ ها فيها مشكله؟ يبقى احنا كده خدنا مثلا نص الاسئله مع بعض بشكل واقعي ريل تايم، والنص الثاني نكمله مع بعض واحنا قاعدين على الجروب في الروقان بالليل. حلو كده؟ يبقى من اول بكره بالليل هبتدي احل معاك بقيه اسئله موضوع النهارده، والنص الاولاني من الاسئله هحله مع حضرتك بكره لما ان شاء الله تشرفوا، تمام؟ فخلينا متفقين النهارده محاضره، معلش، هتبقى هي اطول محاضره في الثلاثه. هي اطول محاضره في الثلاثه، وهناخد بريك طبعا مع بعض. في ناس منكم استحملتني في محاضره الميد ترم، قعدنا مع بعض، اي نعم خدنا بريك بس تقريبا صافي القعاد مع بعض، قعدنا 4 ساعات. بالبريك دخلنا في 4 ساعات ونص ولا 5 ساعات الا ربع.
طبعا مش هنقعد كل الوقت ده النهارده، بس ممكن نشتغله من دلوقتي مثلا في حدود ساعه ونص، وبعد كده ناخد بريك صغير، وبعد كده نرجع نشتغل ساعه كمان او ساعه ونص كمان مع بعض. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تعالى معايا يا معلم. بص بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هتفق مع حضراتكم اتفاق. تعالى سوس ماك، معلش يا دكتور حطه يسكن. حاضر. بصوا يا جماعه، ركز معايا دلوقتي يا جماعه. احنا اتعلمنا في الجزء اللي قبل الميد ترم في اول محاضره في المنهج تماما، ان البوليتكس يا نور ليها عشان ما اقولش الكلمه اللي انت مشهوره بيها، البوليتكس يا نور مشهوره بان احنا عندنا فيها اربع فروع. كم فرع؟ اربعة. اول فرع ده خلصناه كله قبل الميد ترم، كان اسمه البوليتيكال ثيوريز، النظريات السياسيه. لو حد يفتكر القصص اللي قبل الميد ترم بتاعت بقى ازاي الانسان البدائي قدر يكون مجتمع، وازاي كان بيتعامل مع المجتمعات الاخرى، وازاي ارسطوتل كان بيتكلم عن نشاه الحكومات، والدنيا كانت عامله ازاي، ده كان الفرع الاولاني. لغايه ما وصلنا ان ارسطوتل بدا يكلمنا عن ايه هي انواع الحكومات، بدانا نتكلم في فرع تاني اسمه بوليتيكال ريجيم. اسمه ايه يا جماعه؟ بوليتيكال ريجيم. اسمه ايه؟ بوليتيكال ريجيم. ركز معايا في اللي هقوله. لما نيجي نتكلم عن البوليتيكال ريجيم، نادين هاتيلي قلم احمر زياد. لما نيجي نتكلم على البوليتيكال ريجيم او انظمه الحكم السياسي، ودي معناها البوليتيكال جوفرمنتس، خدنا ثلاث اشكال للحكومات قبل الميد ترم. ثلاث اشكال. خدنا شكل يا سيدي الفاضل اللي قعدنا نقلش عليه، وقعدنا نقول زي هتلر اللي بيبقى بيتدخل في كل الشؤون يا سيدي الفاضل، وده كان اسمه النظام الشمولي، التوتاليتاريان، النظام الشمولي. طلعي لي قلم. النظام الشمولي، توتاليتاريان ريجيم، توتاليتاريان ريجيم. وده كان بتبقى أنظمة مسيطر عليها أيديولوجية معينة، طريقة تفكير معين، سواء في النطاق الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. والحمد لله رب العالمين الفكرة دي خلاص كانت قبل الميد ترم، فبالنسبة لنا اتلغت. كان في فكرة تانية في نفس الشيت، الفكرة دي عن نظام حكم مختلف اسمه الأوتوكراتيك ريجيم، النظام الأوتوقراطي. والنظام الأوتوقراطي أو النظام السلطوي يا سيدي الفاضل عبارة عن حاكم مستبد عايز يفضل في السلطة، مع إنه ما عندوش فكر اقتصادي أو فكر اجتماعي مميز. وكان الشكل الثالث، ركز معايا، الشكل الثالث اللي يهمني جدا 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 اللي كمل معانا بعد الميد ترم، هو الليبرال جوفرنس او الديموكراتيك جوفرنس، اشكال الحكم الليبرالي او اشكال الحكم الديمقراطي. هما بيعملوا فيا كده ليه؟ هما قاصدين يدوني كلمه فاضيه، تمام؟ اشكال الحكم الايه؟ الليبرالي او اشكال الحكم الديمقراطي. ركز بقى معايا، أول ما اتكلمنا على الشكل الليبرالي ده قبل الميد ترم، وقلنا عليه إن الشكل ده بيدعم الحقوق والحريات، وبيدعم فكرة الانتخاب وتداول السلطة، يعني الحاكم ما يفضلش مستبد وقاعد في مكانه، بيدعم فكرة إن احنا نسمع رأي الشعب، إن الميديا ما تبقاش ملك الحكومة، الميديا تبقى ملك الشعب، ياخدوا المعلومات اللي هم عايزينها بشكل نزيه. كل الكلام ده يا سيدي الفاضل اللي اتكلمنا عليه في الليبرال جوفرمنت او في الليبرال ديموكراسي. ولكن بعد ما خلصنا الكلام ده قلنا ان احنا عندنا ثلاث اركان اساسيه بتتبنى عليها الليبرال ديموكراسي. ثلاث اركان. الركن الاول يا سيدي الفاضل حاجه اسمها الكونستيتيوشناليزم، الدستوريه. اي نظام حكم ديمقراطي او ليبرالي لازم يكون عنده دستور، والدستور ده يكون فعال، يعني بيحط ليميتس على الجوفرمنت. حلو كده الكلام. ودي كانت اخر شيت قبل الميد ترم. انما بعد الميد ترم كملنا المبدا الثاني من مبادئ الليبراليه، وده اول سؤال جاي في الامتحان، اول سؤال بوكيت ماني معاك في الامتحان.
المبدأ الثاني من الليبرالية يا سيدي الفاضل اللي هنتكلم عليه النهاردة اسمه representation. Representation. What the meaning of the word represent? Represent يعني يمثل. لكن لما أنا أقول يا جماعة أنا جاي أتكلم بالنيابة عن أختي سلمى الشورى فأنا جاي أمثلها يبقى أنا I'm coming to represent her. أنا جاي أتكلم باسمها. فالمبدأ الثاني عندنا من الليبرال جوفرمنت هو الريبريزنتيشن. عشان كده سؤال امتحان بوكيت ماني وهتلاقيني طبعا حاطته لك من ضمن الاسئله. ليبرال ديموكراسي از اوفتنلي ديسكرايبد از ريبريزنتيف ديموكراسي او الليبراليه دائما ما بنوصفها بان هي نظام تمثيلي يعني نظام مبني على الريبريزنتيشن. تقول العباره ترو ولا فولس؟ طبعا عباره ايه؟ ترو. والحاجة الثالثة يا سيدي الفاضل اللي المفروض نتناولها النهاردة حاجة اسمها separation of powers. مبدأ الفصل بين السلطات. كلكم عارفين احنا السلطات عندنا كم سلطة؟ ثلاثة. السلطة التشريعية اسمها ايه بالانجلش؟ legislative authority. السلطة التشريعية. والسلطة التنفيذية اسمها executive authority. طب والسلطة القضائية اسمها ايه؟ Judicial Authority. تاني كده معايا السلطة التشريعية يا سيدي الفاضل. السلطة التشريعية يا سيدي الفاضل اسمها ايه؟ Legislative. ولا بتلعبش في الظرف. ماشي. اسمها ايه؟ Legislative Authority. عارف بقى Legislative Authority دي من أكتر السلطات اللي هنتناولها النهاردة ما بيننا وما بين بعض. بالذات وإحنا بنتكلم عن نقطة الـ Representation. وبعد كده هنتكلم على علاقتها بالإكزيجيتيف أثوريتي وإحنا بنتكلم في نطاق السيباريشن أوف باورز. يبقى السلطة الثالثة اللي هي السلطة الإيه؟ القضائية. ليه السلطة القضائية ما اهتمتش بيها؟ علشان قلنا قبل الميد ترم وسؤال ممكن يجي بعد الميد ترم. هل السلطة القضائية ليها بوليتيكال فانكشن؟ هل ليها دور سياسي؟ هل ليها دور سياسي؟ ليه ملهاش دور سياسي؟ إنها ما بتصدرش قرارات تطبق على the whole society على المجتمع ككل. إنما اللي بيصدر قرارات تطبق على المجتمع ككل سلطتين. السلطة التشريعية اللي هو البرلمان أو السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة. رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وبعض الدول بيبقى الرئيس كمان وكل الجهاز الإداري للدولة لما بياخدوا قرار القرار ده بينطبق على كل الشعب. انما الجوديشال اوثوريتي السلطه القضائيه قراراتها بتبقى على قد المنازعه او على قد القضيه اللي امام القاضي بس لا تطبق على باقي المجتمع. وصل الكلام؟ فهتلاقي كل تركيزي هنا اهو على السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه ومش بذكر كتير السلطه القضائيه. في مشكله في الكلام ده؟ المفروض بامر الله تعالى ان احنا النهارده هنتناول الريبريزنتيشن كبدايه الامر وبعد كده يا سيدي الفاضل هناخد حته صغيره من السيباريشن اوف باورز واديكم بريك وبعد كده نرجع نكمل السيباريشن اوف باورز عشان فيها فكره عايز دماغك فيها تبقى صاحيه كده ومفوقه وملعلطه معايا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طب تيجي يا سيدي الفاضل نمسح كده البورد وافتح معايا كده من اول بيج 2. من اول بيج 2 هتلاقي ان انا ملخص لك الكلام اللي انا قلته دلوقتي وكاتب لك فيه البرنسبلز بتاعه الريبريزنتيشن يا سيدي البرنسبلز سوري بتاعه الليبرال ديموكراسي وهتلاقيني كاتب لك ان الكونستيتيوشناليزم او الدستوريه تناولناها قبل الميد تيرم وخلاص بقت كانسلد وهتلاقي بدايه من نص صفحه 2 هنبتدي نتكلم عن موضوع الريبريزنتيشن. حد عنده مشكله كده؟ يلا بينا. بص يا معلم معلم يا غالي يا غالي خليك معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد هيبقى لينا وقت في النص هنهزر كده ونايه ونتشعبط كده فيه في السقف ما تقلقش هنعمل كل حاجه مع بعض. انا محضر لكم كميه مفاجآت ان شاء الله بكره وبعده حاجات كده ما اقولكش يعني. بص سنه ثانيه وصلت المرحله ان انا جبت لهم طاسات
وحلق والله العظيم قلت لهم كل حاجه اللي انت عايزينه وانتوا ماشيين النهارده هتكتبوا لي كده امانيكم وهنعمل صحبات عليكم. والله العظيم طلبوا جابوا طاسات وحلل وحاجات غريبه. اه والله في بتاع اللي هي عارف انت المغرفه السيليكون دي مش عارف كانوا عايزين يعملوا بيها ايه. في وفي في في اتنين كسبوا معايا المج اللي هو من فوق فيه بتاع عصاره الليمون ده او عصاره البرتقال يحصل ويشرب كده على طول. كانوا فرحانين بيه قوي طلعوا تصوروا معايا بيه. فاكيد جاي سبتوا احلامكم حاجه مختلفه يعني بس الله. ها ايه بيشو ليك احلام مختلفه بيشو؟ نعم الحمد لله ان انا بالسمع. الحمد لله انا بحمد ربنا ان انا بالسمع. بص يا معلمين بص الناس الحلوه بالله عليك بص بقى وانا بتكلم مع اخواتكم وانا بتكلم مع اخواتكم في الكورس الاصلي وبدردش معاهم كده وبقول لهم حاجه كده لطيفه. بقول لهم يا جماعه لو انتوا دلوقتي في الكليه عدد السكاشن بتاعكم على سبيل المثال 10 سكاشن كل سكشن على سبيل المثال فيه 200 طالب يعني مجموع الكليه على سبيل المثال 2000. اي نعم الارقام اللي انا بقولها دي في منها ارقام حقيقيه وفي منها ارقام قريبه جدا من الحقيقيه ولكن خلينا في الافتراض بتاع 10 سكاشن كل سكشن فيه 200 يعني مجموع الكليه 2000. ينفع ال 2000 واحد كلهم يطلعوا يقابلوا العميد عشان يقدموا له طلب معين؟ ال 2000 دول لو حاولوا فجاه ان هم يطلعوا للعميد ايه اللي هيحصل؟ كل الامن بتاع الكليه هيقف يقول لك يا ابني انت تطلق انت رايح فين يا ابني؟ رايحين للعميد نقدم مطالبنا. مطالبنا ده انتوا مظاهره يا ابني ده انتوا رايحين تتخدفوا عليه المكتب انتوا مجانين ولا ايه؟ انت مش هينفع تخش مش هينفع تعدوا وتلاقيهم راحوا واقفين لكم في الممرات اللي في النص اوعى على من هنا وراح جايبين بقى الايه؟ اقف يا ابني مكانك ما تجيش ما تعديش الى اخره. علشان الطريقه اللي انتوا كنتوا رايحين تكلموا بيها العميد طريقه اصبحت غير منطقيه. ما بقاش ينفع انك انت تروح تعبر عن رايك في كل الاوقات بشكل دايركت. اي نعم السيد الدكتور السيد الصيفي ممكن يكون فعلا راجل ديمقراطي يعني يسمع راي كل الشعب بتاعه لكن مش معنى كده ان كل واحد من حقه يقدم الراي بشكل مباشر. لان لو قدرنا نسمع كل واحد بشكل مباشر الوقت على مدار السنة عمره ما هيكفي ان احنا نتناول كل المشاكل الفردية. وعشان كده تلاقي الموضوع ده غالبا هيفشل جدا 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 بسبب عدد الطلاب اللي احنا لسه مفترضين. فهتفتكر الفكرة اللي ممكن تحل الازمة دي تبقى عاملة ازاي؟ تلاقي موظف جميل كده يا نور هفضحك شكلي النهاردة. تلاقي موظف كده جميل يروح جاي يا سيدي الفاضل ماسك الشباب وهم بتوع السكاشن يقول لهم اهدوا يا جماعه ما ينفعش كلكم تقابلوا العميد بشكل دايركت. ايه رايكم لو اقترح عليكم فكره يا بنتي يا شبشبتي ها اقترح عليكم فكره حلوه تنفذوها وكلامكم يوصل للعميد. فيقولوا له ايه؟ لهم بدل يا جماعه ما كل سكشن يجي بال 200 فرد بتوعه ايه رأيكم لو كل سيكشن يختار منه 2 بس؟ الاتنين دول السيكشن يكون بيثق فيهم ويبلغهم بطلبات السيكشن والاتنين دول يتجمعوا مع بقية الاشخاص اللي جايين من بقية السكاشن ويعملوا جروب واحد وكل دول يقعدوا مع العميد مرة واحدة وساعتها بدل ما تقعدوا 2000 ساعتها هتقعدوا مجرد 20. واخد بالك بدل 2000 بقيتوا كام؟ 20. وال 20 دول لما يقعدوا مع العميد يتكلموا باسم الدفعه كلها. فراحوا الناس سمعت الخبر وقالت لك الله والله فكره مش بطاله. تعالى يا ابني نتراجع وكل سيكشن يقعد مع حاله يختار 2. وفعلا عملوا كده. وبعد ما كل سيكشن اختار 2 والاتنين دول السيكشن وثق فيهم وقال لهم على مختلف الطلبات اللي هو نفسه انها تتحقق الاتنين دول خدوا بعضهم وطلعوا للعميد قابلوا بعض عند مكتب العميد سلموا على بعض وكل واحد فيهم سأل التاني انتوا انهو 2 فردوا عليه احنا الاتنين بتوع سيكشن اف
والناحيه الثانيه احنا الاثنين بتوع سيكشن بي، والناحيه الثالثه احنا الاثنين بتوع سيكشن سي. طب تمام، انت ايه طلبات السيكشن بتاعك؟ 1 2 3. وانت ايه طلبات السيكشن بتاعك؟ 1 2 3. راحوا لمين كل الطلبات وعايزين يخشوا بيها للعميد. راح فجاه رفس الموظف مسكهم تاني وراح جاي قايل لهم، هو انتوا يا جماعه داخلين للعميد من غير ما تنظموا طلباتكم؟ ما هو ده هيبينكم قدام العميد ان انتوا مش منظمين وممكن ما تقدروش تقنعوه. مش جايز يكون في طلبات عامه الكليه عموما والدفعه عموما محتاجاها. مش المفروض ان انتوا ترتبوا مع بعض انواع الطلبات اللي انتوا عايزينها؟ فقالوا له تصدق والله فكره، ده احنا نقعد مع بعض من العشر سكاشن نقعد ننسق مع بعض الطلبات. حلو كده الكلام؟ وفعلا قعدوا ينسقوا الطلبات قبل ما يقدموها للعميد، علشان يبقى لما يقدموا الطلبات تبقى مترتبه وتبقى محكومه ويعرفوا كلهم يدافعوا عنها. ما حدش فيهم يتكلم بشكل منفصل فما يقدرش يدعم الطلب بتاعه، لا ده كلهم يقدموا الطلب مع بعض وكلهم يناقشوا العميد مع بعض فكلهم يقدروا يحققوا الطلب بتاعه. وفي وسط ما هم بيناقشوا مجموعه من الطلبات، واحد منهم راح جاي طالع في النص وراح جاي قال لهم ايه؟ معلش يا جماعه اصل انا السكشن بتاعي باعت لي طلب ان هم عايزين ينقلوا المحاضرات بتاعتهم ان هم يروحوا المبنى بتاع حقوق علشان مش عاجبهم المبنى بتاع تجاره. فراح واحد من اللي قاعدين قال له انت عبيط يا ابني، ايه الطلب ده؟ هو ايه اللي ياخد تجاره انجليزي ينقلها مبنى حقوق؟ ده كلام مش منطقي. قال له يا عم والله العظيم هو ده طلب السكشن بتاعي. قال له بصراحه طلب السكشن بتاعك ده طلب غريب واحنا مش هنقدر نقدمه للعميد لانه اكيد العميد مش هيوافق عليه، خصوصا ان الطلب ده مش متماشي مع المصلحه العامه للدفعه. قال له يا عم انا ماليش دعوه، انا جاي انفذ طلبات السكشن بتاعي وخلاص. قال له لا فوق، انت دلوقتي مش هتتكلم باسم السكشن بتاعك وبس، انت دلوقتي بقى اسمك قدام العميد ان انت مندوب عن الدفعه. يعني احنا العشرين بقينا مسؤولين عن الدفعة كلها والمفروض نهتم بالمصلحة العامة بتاعت الدفعة. ده بالظبط فكرة الريبريزنتيشن. كل واحد من العشرين طالب اللي احنا اخترناهم يقعدوا مع العميد يتكلموا باسم الدفعة ككل، يعتبروا ممثلين او نواب بالنيابة عن الدفعة. حلو كده الكلام؟ ولما تيجي تطبق الموضوع على المستوى بتاع الدولة ككل هتلاقي الكلام منطقي أكتر. إذا كان 2000 واحد مش عارفين يقابلوا العميد بشكل مباشر، يبقى 104 ولا 105 مليون مواطن هينفع يقابلوا رئيس الوزراء؟ هل ال 105 مليون مواطن يقدروا يقابلوا وزير؟ هل ال 105 مليون مواطن يقدروا يقابلوا وكيل وزارة؟ أكيد الموضوع هيبتدي يبقى صعب ان هم يمارسوا الديمقراطيه بشكل ايه؟ مباشر. فعشان كده خلقوا حاجه اسمها الاندايركت ديموكراسي. اسمها ايه؟ اندايركت ديموكراسي. يبقى احنا بالنسبه لنا الريبريزنتيشن، اول نقطه ريبريزنتيشن بتساوي اندايركت ديموكراسي، ديمقراطيه غير مباشره. اندايركت ديموكراسي، ديمقراطيه غير مباشر. رأيك مسموع، كلامك محترم، رغبتك لازم تتعرف، لكن مش بان انت تروح تقدمها بنفسك. انت هتقدمها من خلال مجموعة من الاشخاص المنتخبين. يبقى مجموعة من الايه؟ من الاشخاص المنتخبين. يبقى indirect democracy ولازم تتم. يا ريت الاقلام اللي ما بتكتبش، لازم تتم يا سيدي الفاضل through elected. يعني ايه كلمة elected؟ elected يعني ايه؟ نادينا هاتيلي قلم اسود زيادة. elected يعني منتخب، تمام؟ طب عكس منتخب ايه بالعربي؟ عكس كلمة شخص منتخب، متعين، معين، appointed. شخص، اديك 5 جنيه مش هديك تاني، تمام؟ شخص منتخب عكسه على طول يا نور هجيبك قدام المرحلة الجاية.
اما هجيب السوسه اللي في النص. تمام؟ عكس كلمه elected منتخب هي كلمه appointed. appointed يعني ايه؟ متعين، واخد امر تعيين. تمام؟ وبالتالي يا سيدي فؤاد في الشغل قلم اسود. اسود مفيش اسود تاني في جوه في الدرج اللي بيتسحب عندي ده، هتلاقي في الاسود. تمام؟ appointed يا سيدي الفاضل ممكن يبقى متعين بقرار، وممكن يبقى تعيينه جاي بالوراثه زي بعض الدول. بعض الدول اللي بيبقى فيها الحاكم في شكل او في صوره ملك او ملكه ويورث الحكم للي جاي بعديه، زي ما حصل في انجلترا. لو تاخدوا بالكم في انجلترا يا سيدي الفاضل، الملكه اليزابيث اتوفت، ورثت منصب الملك، ورثته لابنها اللي كان امير تشارلز، دلوقتي بقى اسمه الملك تشارلز. هل حصل الكشنز؟ هل حصل؟ نور كفايه كده عشان مصلحتكم، بالله عليك دي مش اول مره، رابع مره اقول لك عليها. تمام؟ ورثت منصب الملك لبرنس تشارلز فاصبح هو الملك تشارلز. هل حصل الكشنز؟ حصل انتخابات؟ ما حصلش انتخابات خالص ولا انا غلطان؟ يبقى لازم علشان دول يبقوا ناس فعلا بيتكلموا باسمي لازم يكونوا ايه؟ إلكتد، منتخبين. والمنتخبين دول يا سيدي الفاضل بيكونوا ايه؟ ركز معايا، ويذر. ركز معايا، بارلمنت اور إلكتد بريزيدنت. خليك معايا على البورد، سواء برلمان او رئيس منتخب. مصر عندها برلمان وعندها رئيس منتخب. شفت الانتخابات في مرتين في صورتين، وانت نازل تنتخب في البرلمان او تسمع ان بابا او صحابك او قرايب بابا او قرايبك او اخوات بابا او عمامك او خالاتك او اي حد كبير، لو انت ما كانش لسه بقى ليك صوت انتخابي، تسمع ان هم نازلين الانتخابات بتاعت مجلس النواب او انتخابات مجلس الشورى او ساعات مجازي ده الانتخابات البرلمان، او تسمع ان في انتخابات الرئاسة. في دول تانية بيبقى فيها انتخابات البرلمان بس ومفيش انتخابات رئاسة، زي على سبيل المثال انجلترا مفيهاش انتخابات رئاسة، هي انتخابات برلمان فقط. تروح انت طالع لي بملاحظة جامدة قوي قوي قوي، معنى كده يا كرم ان اي دولة ديمقراطية لازم يكون السلطة في ايد ناس منتخبين. اقول لك تمام، تقول لي والناس المنتخبين دول يا اما يكونوا برلمان يا اما يكون رئيس منتخب، وكده كده ممكن يبقى في رئيس منتخب او لا، فاقل حاجة لازم تكون موجودة هي البرلمان. عشان كده اول ما بنجيب سيرة السلطة التشريعية او بنجيب سيرة الريبريزنتيشن بنذكرهم دايما مع بعض. اول ما بنجيب سيرة التمثيل النيابي او بنجيب سيرة اي حاجة ليها علاقة بالديمقراطية الحديثة، دايما نجيب على طول سيرة البرلمان او سيرة السلطة التشريعية الليجيسليتيف اوثوريتي. من يوم ورايح عايزك يا سيدي الفاضل تربط كلمة بارلمنت. ركز بقى معايا، كلمة بارلمنت بتساوي كلمة هاوس اوف ريبريزنتيفز، مجلس النواب. ده شكل من اشكال البرلمانات او شكل من اشكال المجالس اللي جوه البرلمانات، هنتكلم عليها كمان شويه. ممكن نسميهم الديبيوتيز. ديبيوتي يعني مفوض، يعني شخص بيتكلم باسم الشعب. ممكن نسميها يا سيدي الفاضل ان هي اسمها اسامبليز. اسامبليز اللي هي المجالس النيابيه، وساعات نكتب معاها كلمه ريبريزنتيف اسامبليز. تمام؟ يقول لك ممبر، ممبر يعني عضو اوف ا ريبريزنتيف اسامبلي، يعني عضو مجلس نيابي، يبقى من ضمن النواب بتوع الشعب. او عضو برلمان فيبقى معناه ان هو من ضمن النواب بتوع الشعب. او يجي يقول لحضرتك ان ده ديبيوتي يعني مفوض، ده من ضمن الناس اللي بتتكلم باسم الشعب. فقاعده، اول ما اقول لك ريبريزنتيشن يجي في دماغك حاجتين، برلمان
او رئيس منتخب. ايه الحاجة الثابتة في اي دولة ديمقراطية ما ينفعش تقل عنها؟ البرلمان. ممكن الدولة الديمقراطية دي يبقى فيها رئيس منتخب زي امريكا، وممكن ما يبقاش فيها رئيس منتخب زي بريطانيا، وستيل دولة ديمقراطية، علشان على الاقل لازم يكون فيها برلمان. حلو كده الكلام؟ في مشكلة كده في الكلام ده؟ فاكر في كلامي لما كنت بتكلم عن الناس بتوع السكاشن، وجيت قلت لك واحد منهم قال السكشن بتاعي عايز يتنقل يتحط في مبنى حقوق، فاكر ردنا عليه وقلنا له ايه؟ حبيبي الكلام اللي انت بتطلبه ده ما ينفعش تطرحه، الكلام اللي انت بتطلبه ده يتعارض مع المصلحة العامة للدفعة. حلو كده الكلام؟ فلو سمحت الكلام اللي انت بتطلبه ده تنساه خالص. وقف ورد علينا وقال ده السكشن عايز كده يا جماعة، اعمل ايه؟ ما هم اللي مختاريني فلازم احقق لهم رغباتهم. راح بقيت الاعضاء ردوا عليه وقالوا له لا يا حبيبي، انت دلوقتي مش منتسب للسكشن بتاعك وبس، انت دلوقتي مش مسؤول عن تنفيذ الرغبات والاوامر المباشرة بتاعت السكشن بتاعك، انت دلوقتي بقيت مسؤول امام الشعب كله، الدفعة كلها، فلازم تحقق الرغبات العامة بتاعت الدفعة، لازم تحقق الرغبات الايه؟ العامة. انما الرغبات الخاصة بتاعت السكشن بتاعك اللي تتعارض مع المصلحة العامة انساها، شيلها من دماغك. طبق نفس الكلام ده على شخص تم انتخابه من دايرة من دوائر الانتخاب في محافظة معينة. ركز كده معايا يا شهاب. لنفترض كده مثلا على سبيل المثال نائب من النواب اخويا شهاب اخترناه ان هو يتكلم باسم دايرة سيدي جابر. دايرة سيدي جابر دي منطقة موجودة جوه محافظة، المحافظة دي موجودة جوه جمهورية مصر العربية. ينفع شهاب ده يقف في المجلس في البرلمان قدام بقية زمايله، يقف يقول لهم انا عايز مصلحة خاصة، المصلحة دي لدايرة سيدي جابر، والمصلحة دي تتمثل في ان انا عايز ارفع الضرائب تماما، اشيل الضرائب تماما عن دايرة سيدي جابر؟ هل ده كلام منطقي؟ ليه مش منطقي؟ ما هو جاي يتكلم باسم الدايرة بتاعته يا جماعة، جاي يتكلم باسم الناس اللي انتخبوه، صح؟ الناس اللي انتخبوه بيقولوا احنا مش عايزين ندفع الضرائب، وبما اننا اخترناك يا شاب اتصرف، خليه ده، خلينا كدايره انتخابيه ما ندفعش ضرائب. اول ما شهاب هيقول الكلام ده في البرلمان هيلاقي كل الزملاء بتوع الدوائر الاخرى اللي هم الاذر ريبريزنتيفز بيقولوا له يا حبيبي انت دلوقتي مستقل عن كل الاوامر المباشره من الدائره الانتخابيه اللي انت خرجت منها. نعم، ازاي هم اللي اختاروني وابقى انا مستقل عنهم؟ ايوه يا حبيبي انت مستقل عن رغباتهم المباشره، انت دلوقتي دورك انك انت تتكلم باسم جمهوريه مصر العربيه كلها لتحقيق المصالح العامه كلها، واكيد لو المصلحه العامه اتحققت يبقى اكيد مصلحه دايرتك بالتبعيه كمان هتتحقق. هو انا لو مصر بقى وضعها احلى سيدي جابر هتبقى اوحش؟ ما هتبقى احسن. لو الوضع الاقتصادي في مصر كله بقى احسن هل سابا باشا هتبقى متضايقة؟ هل المعمورة هتبقى مقموصة؟ ما هيفضلوا كلهم مبسوطين ما دام الوضع العام كله جميل. فالمفروض انك تعرف ان في حاجة اسمها The Theory of Independence، نظرية الاستقلال. في نظرية مهمة جدا اسمها Theory of Independence، ركز معايا، باي، ركز في اسم العالم ده، جون لوك. الراجل ده اسمه بيجي في الامتحان، اسمه ايه؟ جون لوك. نظرية الاستقلال. النظرية دي بتقول ايه؟ ان الريبريزنتيف از اندبندنت اوف اني دايركت مانديت، يعني مستقل عن اي امر مباشر. مانديت يعني معناها باللغة العربية لما شخص يملي عليك شيء، يعني يوجهك بالإجبار.
او يفرض عليك امر معين. النواب مستقلين عن اي دايركت مانديت باي ذير كونستيتوينتس، وكلمه كونستيتوينت معناها فوتر او معناها الكتر. النواب مستقلين عن اي امر مباشر من الناخبين. الله، وما شغلتهم ايه؟ They are representing the whole nation. They are representing the whole nation. They are representing the whole nation. يبقى معنى كده يا سيدي الفاضل، تعرف ان the representatives are independent of the direct mandate. Mandate يعني امر او توجيه. Any direct mandate of their voters. They are representing the whole, بص the whole nation. وده سؤال امتحان، ده سؤال امتحان بيمثله الشعب والأمة بأكمله، مش بيمثله الدائرة اللي هم خرجوا منها وبس. خلاص ده بقى اسمه نائب الشعب. حتى لما هم بيعرفوا نفسهم في البرلمان او يمسك المايك او يطلع في اي برنامج تلفزيوني، يروح جاي يقول لك ايه؟ انا مثلا اسمي شهاب محمد عبد الفضيل نائب الشعب عن دايره سيدي جابر. خدت بالك قال ايه الاول؟ ما قالش نائب دايره سيدي جابر ومشي، قال ايه؟ نائب الشعب عن دايره سيدي جابر. لو عمل حاجه حلوه الناس كلها بتقول له برافو، سواء اللي انتخبوه واللي ما انتخبوهوش، حتى لو في محافظه تانية. ساعات تبقى انت جاء قدامك مثلا لقطه على اليوتيوب، وايام زمان واحنا صغيرين كان بيبقى فيه تسجيل مصور لكل اللي بيحصل في جلسات مجلس الشعب، وكانت بتتذاع على التلفزيون قبل ما يبقى فيه سوشيال ميديا وانترنت والكلام ده كله. فيجي قدامك على سبيل المثال حاجه من ضمن الحاجات ان نائب برلماني اتكلم في حاجه انت فرحان بيها او حاجه في مصلحتك. ممكن النائب ده يبقى مش من محافظتك اصلا، بس انت اول ما بتجي بيتكلم في مصلحتك انت بتبقى فرحان ولا متضايق؟ والله العظيم النائب ده جدع، النائب ده ضغط، ده واقف يتكلم ويطلب ايه؟ الحقوق بتاعتنا اللي انا نفسي فيها. امال فين النائب بتاع دايرتنا مش بيدعمه ليه؟ امال فين النائب بتاع دايرتنا مش واقف يتكلم زيه ليه؟ لان اي حد فيهم بيتكلم للمصلحه العامه. كلهم بيعتبروا بيمثلوا ذا هول نيشن، الامه باكملها. وبالتالي من اهم الحاجات اللي بيعملوها ان هم بيحاولوا يحافظوا على الناشونال انترست، بيتكلم عن المصلحه القوميه. وزي ما كنت مره بتريق مع اخواتكم في الكورس بقول لهم ايه؟ بقول لهم يا جماعه زي ما كل واحد فيهم بيعمل حاجه حلوه، الحاجه الحلوه دي بيتقال ان النائب ده شاطر ونائب مصري قوي، مصري معلش نائب دايره معينه، نائب مصري قوي لو عمل حاجه غلط بتبقى فضيحه لمصر كلها. قالوا لي ازاي؟ قلت لهم لو جاي من بره وهو في مثلا في دوله معينه اتمسك زي حد كده من حبايبنا كان عايز يطلع من مطار امريكا فاتمسك ومعاه مخدرات وهو جاي هنا هو المطار. خدي بالك انت في حد كده ها وهو جاي كده داخل المطار المصري كده اتمسك معاه مخدرات من الاخوه الممثلين او الممثلات يعني على حسب يعني ها حد متابع سلمى الشوره؟ اه عارف انت مش انت اللي كنت بتبيع لها صح؟ اه بص يا معلم اه وده يثبت لك ان الصنف بتاع سلمى حلو، ان هي اصلا ما دام جربته بص تايهه ازاي؟ هي اصلا مجربه وزي الفل تمام؟ صباح تمام؟ وبالتالي يا سيدي الفاضل اكيد وبالتالي يا سيدي الفاضل تلاقي ايه؟ ركز معايا كده انا بحاول اظبط لاخواتك التكييف تمام؟ تلاقي يا سيدي الفاضل هذا النائب لو على سبيل المثال وهو معدي في مطار من المطارات في دولة أجنبية فجأة الجهاز كشف إن هو مخبي مخدرات، بيهرب مخدرات أو بيهرب مثلا آثار واتمسك، تبقى فضيحة لمصر مش فضيحة للدايرة اللي هو جاي منها. يعني لو اكتشفنا بعد كل ده إن سلمى الشورى
نائب في البرلمان المصري عن دايره بتاعه من البصل كوم الدكه بقى والكرموز كده والحته الحلوه دي تمام. فبما انها نائب في البرلمان المفروض انها بتمثل ذا هول نيشن، تروح ممسوكه بالايه بالمضبوطات معاها المخدرات اللي هي بتتاجر فيها بقى. بص بقى الخبر ينزل على السي ان ان وعلى الاي بي سي نيوز، القبض على نائبه مصريه، ما قالش نائبه دايره من البصل، قال لك نائبه ايه مصريه تحوز مواد مخدره معاها ابو ايه مخدرات. فضيحه لمصر. يعني حضرتك شغلتك تدافع عن حقوق المصريين وشغلتك انك تبقي رمز ورول موديل لكل المصريين وتحصلي على احترام كل المصريين، وكلنا المفروض بنحترمك بسبب اخواتنا اللي انتخبوكي. ما انت لما تعرف ان حد من النواب كسب في الاسماعيليه يبقى اهل الاسماعيليه شايفينه محترم، ولو حد من النواب كسب في دمياط يبقى اهل دمياط شايفينه محترم، واحد كسب في القاهره واحد كسب في اسكندريه يبقى اللي اختاروه شايفينه محترم، فبقيه الجمهوريه بتحترمه بالتبعيه. يوم فجاه نكتشف انه بيتاجر في المخدرات يا فضحتي. طب مش يدي بقيه المجلس؟ ليه كان بيوزع عليه صح؟ عشان في حد مره قدم لي نظريه اقتصاديه فظيعه في سنه ثانيه. قال لي بقول لك يا دكتور انا لو بقيت نائب في البرلمان هعمل قانون ينقل مصر اقتصاديا. قلت له ايه؟ قال لي هصرح بزراعه الحشيش لمده سنه. قانون يسمح بزراعه الحشيش لمده سنه. وكده ابقى ضربت عصفورين بحجر. الحشيش لا هولندا الوضع مختلف. الحشيش يا سيدي الفاضل هيبقى مرطرط فالسعر على الزبون مش هيبقى عالي. قلت له اه وانت ادرى. قال لي طبعا. اه السعر على الزبون هيبقى ايه؟ مش عالي. ده غير كده الشعب كله هيبقى متكيف تمام؟ وهينتج بمزاج. قلت له واضح. قال لي غير كده هنبيع الحشيش ده كله وهنكسب ايه؟ كتير. وبعد كده بفلوس الحشيش ده السنة اللي بعدها هنطلع الشعب كله يحج وهيبقى معانا فائض تمام، ونبقى فدنا الجيران في السعودية ان احنا زودنا لهم السياحة بتاعت الحج والدنيا تبقى زي الفل. يبقى انا كسبت الشعب، كيفت الشعب، توبت الشعب. نظرية اقتصادية متكاملة متكاملة ممكن نبقى نتناقش فيها اخر يوم عشان اقول لك ان كده سبلاي الحشيش هيبقى كتير قوي تمام. وبالتالي يا سيدي الفاضل اه طبعا يبقى كده اكسس سبلاي ايوه اه. وبالتالي يا سيدي الفاضل قاعد بص 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 شهاب بيكلم محمد يقول له هنسرح بقى فين؟ فوق عندك انت فوق السطوح ولا عندنا فوق السطوح؟ بنعملها ازاي؟ تمام؟ وبالتالي الناس الحلوه خلاص خلصتي خلصتي يا سوسه خلصتي يا سوسه اللي في النص والنبي اه طب مالك ما خدتي الكلام من هنا واديتيه هنا تمام؟ وبالتالي نعم في فكره احلى؟ طب ما تقولي لا لا قولي عشان تتسجل متاكده؟ واضح ان ما ينفعش تسجل خالص. وبالتالي طب في فكره يا جماعه حلوه ان شاء الله هجيبها لكم بعد البريك تمام؟ بص معايا كده انا اتعلمت كده اتعلمت ان النائب ده لازم يكون منتخب، وفكره الريبريزنتيشن شكل اساسي من اشكال الديمقراطيه الحديثه. وتعلمت كمان ان النائب ده مستقل عن اي امر مباشر من الفوترز بتوعه او الكونستيتيونتس. كلمه كونستيتيونتس معناها الناخبين، وكلمه كونستيتيونسي وهلفت نظرك ليها واحنا بنقرا مع بعض دلوقتي دي معناها الدايره الانتخابيه. لازم يكون مستقل عنهم. الله طب لما يبقى مستقل عنهم هم المسؤول قصاد مين؟ مسؤول قصاد الشعب بالكامل. He is responsible and answerable. Answerable يعني ايه؟ يعني يسأل يحاسب in front of the whole nation. الأمة بأكملها تقدر تحاسبه، اللي انتخبه واللي ما انتخبوش، اللي في الدايرة بتاعته واللي مش في الدايرة بتاعته. طب يا عم كرم أنا خايف إن أنا بعد ما أختاره يبقى الشخص ده فاسد، مش ده ورد؟ ان انا بعد ما اختار نائب يتكلم باسمي يطلع اصلا مش كويس. يبقى انا في الحاله دي لازم امارس عليه رقابه. ايه هي الرقابه؟ رقم واحد
رقم واحد وسؤال امتحان هلفت نظرك برضو ليه واحنا شغالين مع بعض، لازم الـ representative to be elected for a limited period of time. لازم المنتخب ده او الشخص النائب ده ينتخب لفترة محددة من الوقت، فترة محددة من الوقت usually 5 years. المعتاد انها بتكون كام سنة؟ 5 سنين. وانا بتكلم هنا على النواب. ساعات كتير لما يبقى رئيس بتبقى فترة الانتخاب بتاعته او فترة وجوده في منصب الرئيس بتبقى 4 سنين. في المعتاد بتبقى 4 سنين. عندنا في مصر على سبيل المثال عملوا تعديل للدستور في 2018 وخلوا فترة الرئاسة تبقى 6 سنين. انما البرلمان المصري والاغلبية الساحقة من برلمانات العالم كله بتبقى 5 سنين. يبقى النائب ده بيتم انتخابه لفترة محددة من الزمن، معتاد بتاعها تبقى كام؟ 5 سنين. هل النائب يجوز عزله؟ هل can be dismissed from his position؟ القاعدة العامة واللي عندك في المنهج هي القاعدة العامة بس، القاعدة العامة ان النائب عشان يقدر يشتغل وهو مطمن وما يعملش حساب لحد، يعمل حساب لضميره والمصلحة العامة وبس، فالمفروض ان هو لا يجوز عزله. طبعا لو انت كلمتني بره المنهج هقولك في بعض الحالات الاستثنائية اللي ممكن يجوز فيها عزل النائب، زي على سبيل المثال لو تم ضبطه مع سبق الإصرار والترصد كده، او مع تم ضبطه في حالة تلبس بجريمة مخلة بالشرف، يعني اتمسك وهو على سبيل المثال مع مخدرات بجريمة متلبس بيها، يبقى في الحالة دي بيتم اسقاط الحصانة من عليه وممكن كمان يحال الايه للصلاحية، مع السلامة اركن على جنب، يحل لجنة اسمها لجنة القيم وبعد كده يتم عزله من البرلمان عشان عمل تصرف لا يليق مع قيم المجتمع وقيم نواب المجتمع. انما القاعدة عندك في المنهج وغالبا ما بيجيش عليها سؤال هي ان البرلماني او النائب لا يجوز عزله، ولكن يتم انتخابه لفترة محددة في حدود كام؟ 5 سنين. حلو كده الكلام؟ طيب النائب ده يا سيدي الفاضل ينفع بعد كل وجع القلب اللي أنا عمال أقوله لك يطلع النائب ده في الآخر أصلاً ما عندوش سلطات؟ هسألك سؤال، لو لقيتهم يقولوا لك ده في انتخابات وهنختار نواب وهنعمل مجلس والمجلس ده هيبقى بيناقش امورنا، تروح انت سائلهم ايوه يعني المجلس ده لو ناقش امورنا ووصل لقرار يقدر يحول القرار ده لشكل معين واقعي يتنفذ على ارض الواقع؟ فيروحوا ردين عليك ويقولوا لك لا. ردك هيبقى ايه؟ خلاص مش هنزل اصلا الانتخابات، والانتخابات دي ايه لازمتها لما في الاخر خلاص المجلس ده لا بيحل ولا بيربط؟ يبقى الانتخابات ليها لازمه؟ ما نزلش اصلا، طز فيهم. عشان كده لازم الـ representatives النواب يكون عندهم real and tangible powers، عندهم سلطات حقيقية واقعية ملموسة يقدروا يحولوا بيها الرغبات بتاعت الشعب إلى قرارات. فعشان كده لازم تبقى عارف إن الـ representatives must have real or tangible authorities، real or tangible powers، سلطات ملموسة وسلطات واقعية. يبقى أنا عرفت إن هو بقى نائب عن كل الشعب، وعرفت إن هو يساءل من كل الشعب، أي حد من الشعب يقدر يحاسبه. عرفت إن هو بينتخب لفترة محددة ليميتد. أوعى حد يقول لك في الامتحان unlimited أو يقول لك في الامتحان for a lifetime للأبد. هل هو بينتخب للأبد؟ ليميتد. وعرفت كمان إن هو cannot be dismissed، ما ينفعش يتعزل من وظيفته. وعرفت كمان انه لازم يكون عنده authorities، لازم يكون عنده سلطات. حلو كده الكلام؟ اوعى بقى تخلط وتلخبط ما بين ال representatives النواب وما بين حاجة اسمها consultative councils. يعني ايه كلمة consult؟ consult يعني يستشير كverb.
لما اقول لك كونسوليتيف يعني استشاري، كونسوليتيف كونسلز يعني مجالس استشاريه. حلو كده الكلام. المجالس الاستشاريه بيبقى فيها مجموعه من المستشارين لاحد الوزراء، للرئيس، لرئيس مجلس الوزراء، ودول ناس بتبقى معينه ما بتبقاش منتخب. اي حد تقابله مش منتخب ما ياخدش لقب ريبريزنتيف. الريبريزنتيف شرط ان يكون ايه؟ elected. شرط يكون ايه يا باشا؟ elected. دي اهم حاجه يا سيدي الفاضل تكون متوفره فيه، انه يكون ايه؟ منتخب. حلو كده الكلام. لازم قاعده اي حد غير منتخب يبقى معين يبقى موظف ما يبقاش نائب، يبقى معين يبقى موظف يبقى مش نائب. فلو جاب لك في الامتحان وقال لك الكونسوليتيف كونسلز ار كونسيدرد ريبريزنتيف كونسلز، تقول له فولز. اللي يعتبر مجالس نيابيه هم البرلمانات، البرلمان هو ده اللي يعتبر ريبريزنتيف اسمبلي او ريبريزنتيف كونسل، مجلس نيابي. وعايز بقى اضيف لك معلومه، ولو حد يفتكر في الميد تيرم ريفيجن في حاجات قلت لك دي اضافه من عندي ودخلت امتحان الميد تيرم مع انها مش في المنهج، وقلت لكم معلش دي للامان وانا عارف انا بقول لك ايه، دخلت امتحان الميد تيرم لقيتوا عليها اسئله لو حد فاكر، بالذات زي الجدول بتاع ارسطوطل والشرح بتاعه، الجدول ده جاء عليه اكتر من سؤال في الامتحان. بص بقى اللي هقوله لك، ركز بقى معايا في اللي هقوله. مصر، البرلمان المصري، البرلمان المصري هل مكون من مجلس واحد ولا مجلسين ولا ثلاثة؟ فكر كده، فكر. ها سامة الشورى بتقول مجلسين، واخويا هنا برضو بيقول مجلسين. انت قلت ولا انت قلت؟ ها أربعة، أربع مجالس. ها أنت كمان أنت عايز أنت في يا يا لما الواحد يبقى محتاج يا حاضر اهو تبعت كده واحده لسلمى الشوره واحده للراجل اللي ورا. انت اللي معاك العكاز؟ واضح المفروض نلمك. ايوه خدت بالي، خدت بالي المفروض نلمك. انا اسف انا اسف انا اسف. يا رب توصل، يا رب توصل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ليه بقى؟ جاي لك انا بقى. بص يا معلم، معلم انت برضه قلت؟ طب هعوضها لك. حاضر والله العظيم، والله العظيم عشرايا. حاضر تمام. ايه يا شهاب؟ مين الهاد؟ شهاب؟ لا شهاب واكل بصل وانا خايف اتعامل معاه. حاضر شهاب والله هعوضها لك. حاضر هعوضها لك خلاص. انتوا الاثنين في الاعتبار. بص يا معلم، معلم معلم، البرلمان المصري، البرلمان المصري يا راجل يا محترم، يا راجل يا محترم، البرلمان المصري كان زمان مكون من مجلسين، ثم اتعدل الدستور وبقى مكون يا بلال من مجلس واحد، ثم اتعدل تاني ورجع. الاسامي اللي هقولها لك انت ممكن تكون سمعتها قبل كده او عارفها. زمان كان في حاجه اسمها مجلس الشعب ومجلس الشورى، صح؟ بعد كده غيروهم وبقى مجلس واحد بس اسمه مجلس النواب، وبعد كده رجعوا عدلوا تاني وخلوها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. معنى كده ان كل دولة هي اللي بتختار اذا كان البرلمان بتاعها يبقى من مجلس او مجلسين. مجلس واحد بنقول عليها بالانجلش one chamber، حجرة واحدة. ولما بنقول اللفظ العلمي بتاعها بيبقى فيه كده حتة لاتين اسمها يوني. يوني يعني ايه؟ احادي. عارفين يوني باللاتن؟ يعني ايه احادي؟ يوني كامر، يوني كامر، يوني كامر، يعني احادي الحجرات، يعني جواه مجلس واحد. طب لو مجلسين بنقول عليها تو تشامبرز او باي كامر، باي كامر، باي كامر. الدولة بتختار تبقى يوني كامر أو باي كامر بسبب الوضع الاجتماعي بتاعها
او بسبب الاوضاع التكنيكال في دول التقسيم الاداري بتاع الدوله يحتاج مجلسين زي امريكا، فامريكا عندها برضو مجلسين، وفي دول وضعها الاجتماعي يحتاج مجلسين زي بريطانيا عندها مجلسين. احنا الوضع بتاعنا الفني عشان احنا دوله كبيره محتاجه مجلسين، فرجعوا فكره مجلسين. دول تانيه مش محتاجه مجلسين فبيبقى فيها مجلس واحد. يبقى كل دول العالم يا اما يوني كاميرال يا اما باي كاميرال. اسالك سؤال، حد يعرف اسم البرلمان الامريكي؟ كونجرس. حلو، الكونجرس الامريكي ده اسم البرلمان. حد يعرف اسم البرلمان البريطاني؟ ملوش اسم، اسمه البريتش بارلمنت بس. ايوه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن الدوله تختار انها تدي تسميه للبرلمان وتقسمه مجلس او مجلسين وتقسم المجالس دي باسامي على مزاجها، وممكن تختار انها ما تسميش البرلمان وبرضه تقسمه يا مجلس يا مجلسين وتسمي المجالس على مزاجها. يعني على سبيل المثال امريكا اسمه الكونجرس وجواه مجلسين، مجلس نواب ومجلس شيوخ. بريطانيا ملوش اسم معين وجواه مجلسين، مجلس اسمه مجلس العموم ومجلس اسمه مجلس اللوردات. كل دولة تسمي اللي هي عايزاه. السؤال يجي لك في الامتحان يقول لك parliaments in the world have the same name and same structure. True or false؟ بيبقى عندهم different names in different countries، ويكون عندهم كمان different structure. ممكن يبقى unicameral وممكن يبقى bicameral، ولكن للأسف بعض البرلمانات الحديثة في بعض الدول، الدول دي بتدعي انها ديمقراطية، فلازم تعمل برلمان. ينفع تبقى ديمقراطي وما عندكش برلمان؟ بس في الحقيقة الدولة دي مش بتطبق ولا بتمارس الديمقراطية بجد، فبتعمل البرلمان، والبرلمان بيبقى مجرد توكينج شوب. خدت بالك المصطلح ده؟ توكينج شوب، مجرد بياع كلام، مجرد قعدة دردشة. الاسم قدام العالم لما حد يجي يكلم الدولة دي يقول لها انت مش ديمقراطية، تقول له ازاي؟ ده انا ديمقراطية وعندي برلمان. لكن على ارض الواقع ده البرلمان ده بيعمل حاجة، بص المصطلح ده، بيعمل حاجة اسمها رابر ستام. رابر يعني ايه؟ مطاط. رابر ستام يعني معنى كده انه بيوافق على القرارات بشكل مرن، ما بيراقبش على القرار ولا بيدرسه كويس، بيجيله القرار من الجوفرمنت او من مجلس الوزراء فيجي هو على طول اوتوماتيك يسمع الكلام وينفذ. يعني بالبلدي كده برلمان موجود بشكل صوري، بشكل ايه؟ منظر. حلو كده الكلام؟ كده احنا خلصنا كل المبادئ الرئيسيه بتاعت الريبريزنتيشن، وفاضل لنا نتكلم عن الفانكشنز بتاعتها وعددهم 6. تعالى كده، مش همسح البورد، استنى لغايه ما نكتب الفانكشنز، تمام؟ تعالى كده نبص مع بعض وارشدك وقلمك في ايديك علشان مش ارشدك على بعض الكلمات اللي قلناها، وبعد كده نبتدي بالفانكشنز بتاعتنا. وانا ممكن علشان صوتي يكمل، ثواني يا جو هطلعكم بريك، ممكن علشان صوتي يكمل احتياطي كده بس، ايه عشان يفضل فينا صحه بكره. الو الو، ناس كده سامعني؟ الناس الحلوه سامعيني كده؟ الو 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 الو. بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. عندك في صفحه محدش يتريق على النضاره ام 30 جنيه اللي انا لابسها. ها؟ اصل انا ظبطه من الموبايل ف لو وصلوه تاني بقول. بص يا معلمين، معلمين بص يا معلم،
شايف بسم الله الرحمن الرحيم في صفحة 2 هتلاقي بعد كلمة representation بعد كلمة representation هتلاقي في الباراجراف الثاني generally speaking a representative government خطط عليها is a government in which the main political decisions are taken by خطط على elected representatives irrespective بغض النظر of whether the body they form is a parliament or a president بغض النظر هم برلمان ولا رئيس المهم ان هم يكونوا ايه elected اهم حاجة يكونوا ايه ناس حلوة elected منتخبين دي اهم حاجة بالنسبة لي جدا تمام بعد كده الباراجراف الثالث اللي بعده الاوله كلمة regarding جهز قلمك عشان النظرية بتاعت الاستقلال regarding the powers or competences اللي هي اختصاصات of representatives liberal democracies have adopted a theory خطط عليها a theory of representation known as independence theory known as independence theory تمام انا بطل الكلام عليه انا بطل الكلام independence theory which is formulated according to the ideas of the English philosopher John Locke about national sovereignty what the meaning of national sovereignty السيادة الشعبية يعني الشعب هو مصدر السلطات وبعد كده يا سيدي الفاضل this theory which revolves around the nature of the relationship between representatives and their خطط معايا and their constituents and their constituents or electors or citizens خدت بالك كلمة constituents عشان لو جاتلك في الامتحان constituents اللي هم الناخبين constituents اللي هم الناخبين تمام؟ بعد كده عايزك بقى تقفز معايا على صفحة 3 شايف العنوان اللي في صفحة 3 اللي مكتوب عليه accordingly representative government have the following attributes اكتب كده عليه at least two questions in exam at least two questions in the exam على الاقل في الست نقط دول على الاقل سؤالين في الامتحان بامر الله تعالى على الاقل اول واحده يا سيدي الفاضل رجاله يا انت بتوسع على هنا وهنا انت محمد ولا صح انا انت مين انا محمد ده محمد تعالى محمد على جنب اسمك ايه ايه انا ماشي انت نسيت اسمك ماشي انت عامل دليفري من سلمى الشورى ده ايه؟ مصدر ده بيفرزوا الواحد ريبريزنتيف يعني يلا بينا عشان نخلص يلا رجالة the members of the representative body usually known as the parliament or national assembly خطط معايا must be democratically elected by the people in a fairly conducted elections لازم يكون منتخب في انتخابات حرة ونزيهة رقم اثنين the member of the parliament or the deputy خدت بالك deputy اللي هو المفوض must be considered as خطط معايا representative of the whole nation not as merely a delegate وليس مندوب of his constituents هو نائب للشعب عن الأمة بأكملها مش مجرد مندوب من دائرة انتخابية معينة ثلاثة the member of the parliament or the deputy must be independent of any binding mandate خطط عليها must be independent of any binding mandate towards his constituents ليه؟ because enjoys the trust of the whole nation by virtue of elections فاكر وانا بشرح معاك بقول لك ايه الراجل بتاع الاسماعيلية احنا واثقين فيه عشان اخواتنا في الاسماعيلية انتخبوه حطوا ثقتهم فيه فاكيد احنا كمان هنفترض فيه الثقه الراجل بتاع دايره كرداسه الراجل بتاع دايره الرمل الراجل بتاع دايره المنتزه هتلاقي المحافظات الثانيه بتثق فيه واحنا في دايره مختلفه بنثق فيه علشان اخواتنا في الدايره دي اختاروه وبالتالي هو بيحظى بيتمتع بثقه الشعب بيفترض فيه الثقه وبالتالي فهو مسؤول امامنا كلنا مش مسؤول امام اللي انتخبوه وبس تمام رقم 4
تمام؟ بيقول لك ايه؟ The members of the parliament must be elected for a limited period of time. أو ساعات بنسميها term. Usually around 5 years. المعتاد إنها 5 سنين. حلو كده الكلام؟ In order to enable the nation to exert its right of control over the representative. عشان يسمح للشعب إنه يمارس سيطرته على النائب. إزاي؟ إن إحنا نقول له خلي بالك لو أنت ما مشيتش كويس على مدار ال5 سنين إحنا هنشارك الانتخابات اللي جاي. حتى كان اخواتي في الكورس بنهزر مع بعض وقلت لهم على المثال بتاع مرتضى منصور. طبعا كلكم عارفين مرتضى منصور. هو لسه انا جايب سيره دايره كرداسه، كان هو النائب بتاع دايره كرداسه، قعد ال5 سنين. وطبعا يعني ما حدش يخفى عليه مرتضى منصور عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليه. يعني حد من الزمالكاوي بتحب مرتضى منصور؟ شوف حتى الزمالكاوي متخيل، متخيل حتى الزمالكاوي ما بيحبش مرتضى منصور. قليل قليل لو لقيت حد بيحب مرتضى منصور حتى لو زمالكاوي. ومع ذلك ومع ذلك بص يا معلم ايه اللي حصل؟ مرتضى منصور كسب في الانتخابات. يا راجل محترم، راجل محترم حبيبي. مرتضى منصور كسب في الانتخابات من اكتر من 5 سنين، فاستمر في البرلمان لمده كام؟ قبل ما ال5 سنين دول يخلصوا بيتعمل انتخابات جديده. بيتعمل انتخابات ايه؟ جديده. الانتخابات الجديده دي ركز معايا، الانتخابات الجديده دي مش هننجز كده النهارده. الانتخابات الجديدة دي علشان نشوف النائب ده هيكمل معانا فترة جديدة ولا مش هيكمل. فلما طبعا الراجل ده نزل الانتخابات للمرة الثانية، المنطقة دي او الدائرة الانتخابية دي ورته يعني ايه الشعب هو مصدر السلطة. فزي ما كان كسبان في الانتخابات اللي قبلها وكان ترتيبه انه واخد اعلى اصوات، في الانتخابات دي طلعوا رقم 6 السادس. فطبعا هو قاعد يشد في شعره، وطبعا ده يعتبر شكل من اشكال اظهار سيادة الشعب. حبيبي انت قرفتنا لمدة 5 سنين، نفختنا فيهم وعامل دوشة، وخلي بالك مش احنا بس في الدايرة بتاعتك ما بحبكش، ده ناس كتير ما بيحبكش. ففي الحالة دي الانتخابات الجاية هنوريك انت شعبيتك انخفضت قد ايه، علشان ما توصلش للبرلمان مرة تانية. خلاص انتهى. تمام؟ ده نوع من ابراز واظهار سيادة الشعب على النائب. احنا بنقول له احنا بننتخبك لفترة محددة، في نهاية الفترة هنقيمك اذا كنا نختارك تاني ولا ما نختاركش. رقم 5 The parliament must have real or tangible competences and powers. لازم يكون عنده اختصاصات وسلطات حقيقية وواقعية. ورقم 6 اعمل عليها علامة ان الكونسلتيتيف كونسلز اللي هي المجالس الاستشاريه ار نوت كونسيدرد ريبريزنتيف كونسل، اللي ما تعتبرش مجالس نيابيه فما بتبقاش مسؤوله عن سلطات الدوله. في مشكله كده في الكلام؟ في مشكله كده في الكلام؟ عايزك يا سيدي الفاضل بعد كده هيروح جاي مكلم حضرتك على ريبريزنتيفز اند اسامبليز. يهمني فيها على سبيل المثال بداية صفحة 4، بداية صفحة 4 السطر اللي في بدايتها legislative councils or parliaments may have different names in different countries. ممكن يكون عندهم أسامي مختلفة في مختلف الدول. ويهمني الباراجراف الرابع في صفحة 4، الباراجراف الرابع ده اللي بيقول many contemporary assemblies. contemporary يعني معاصر يعني حديث. Many contemporary assemblies have been reduced to mere talking shops. بدأ دورهم يتضاءل لدرجة ان هما بقوا مجرد قعدة خالتي اللتاتة. فاكر من شوية لما قلت لك بعض الأنظمة عايزة تبان انها ديمقراطية، فبتضطر تعمل ايه؟ تعمل برلمان منظر. تعمل برلمان مجرد شكل. علشان ما يتقالش عليها ان هما ما عندهمش ديمقراطية، مجرد منظر بس. فبيبقى مجرد توكينج ايه؟ توكينج شوب.
that do little more than rubber stamp decision. اخره يا دوبك بيعمل rubber stamp. rubber stamp يعني ايه؟ يعني مجرد بيمرر وبيوافق على القرارات بشكل اصلا ما فيهوش قوه، بشكل اصلا ما فيهوش رقابه، زي ما القرارات والاوامر بتجيله زي ما بيوافق عليها. وهنيجي بعد كده على الفانكشنز اوف اسمبليز، تمام؟ ودي يا سيدي الفاضل شايف عددهم كام؟ ستة. عايزك تكتب تعلم كده على اول اربعه مع بعض في براكت، واكتب جنبها in all parliaments. in all parliaments اول اربعه in all parliaments. وانتوا كلكم خمسين في شيت واحده؟ بجد والله؟ لا. طب ما خدتوش البي دي اف اللي على الجروب ليه؟ لا مش بتكلم عليك يا محمد الغالي، بتكلم على الاربعه اللي ورا. كلكم في شيت واحده؟ امال ايه المؤتمر؟ ولا انت مصدرها لي ليه؟ ما تركز معايا. ما تركز معايا. ايوه يا غالي، بحبك في الله، ما تركز معايا. ماشي. تمام؟ وبيبطل بيقول ايه الواد ده بشويه. بيشتم؟ ما شتمش لسه؟ لو شتم قول لي. ماشي. طيب. شايف أول أربعة قلت لك موجود اكتب فيها in all parliaments. in all parliaments. آخر اتنين اكتب عليهم found in some parliaments. آخر اتنين found in some parliaments. وتعالى بص معايا على البورد. والتشريع مقصود به تشريع القوانين، وتشريع القوانين معناها صناعة القانون، تحويل القانون لقواعد مكتوبة. حلو كده الكلام؟ فعشان كده دايما بنقول ان الليجيسليشن او اللو ميكينج هو الكي فانكشن اوف اسمبليز. اهم دور
بيقوم بيه اي اسمبلي، بدليل الاسم الاخر للبرلمان غير الاسامي اللي انا كاتبها عنده اسم مهم جدا جدا، اسمه ايه؟ ليجيسليتيف. انا مخليه الوقت ده ليجيسليتيف ايه؟ اوثوريتي، السلطه الايه؟ التشريعيه. لما تبقى سلطه تتسمى باسم دور هي بتقوم بيه، يبقى معنى كده الدور ده اهم دور من الادوار اللي هي بتقوم بيها. حلو كده الكلام؟ لما يبقى السلطه متسميه باسم دور معين من الادوار اللي هي بتقوم بيها، يبقى معنى كده الدور ده اهم واحد. فعشان كده لما بنيجي نتكلم عن functions والادوار بتاعت الاسمبليز، اهم واحد هو الليجيسليشن، هو ده الكي فانكشن، ده اهم واحد خالص. هذا الدور يا سيدي الفاضل موجود عند كل البرلمانات المحترمه، وده بيتم عن طريق بشكل كده مختصر مش عليك في المنهج تفاصيله، يتقدم مقترح من احد الوزراء او يتقدم مقترح من احد الاعضاء، فالمقترح ده يدرس ويتعمل عليه ديبيت، نقاش، مفاوضات، جدل، لغايه ما يوصل لمرحله ان يتعمل عليه فوتنج، تصويت، فيتحول لقانون او لا يتحول لقانون. صعبه؟ تاني حاجه، الدرس اسمه ايه؟ ريبريزنتيشن. ده التوبيك اللي بنتكلم عليه النهارده، صح؟ يبقى اكيد اكيد النواب او المجلس اللي احنا هنختاره لازم يبقى من ضمن ادواره انه يعمل ايه؟ ريبريزنتيشن. عشان كده على طول اهم دورين لازم يجوا في دماغك، البرلمان اسمه ايه؟ السلطه التشريعيه، يبقى اول دور التشريع. اصلا دول شغلتهم ان هم يبقوا نواب الشعب، يبقى لازم يلعبوا دور الايه؟ ريبريزنتيشن. ان هو يا سيدي الفاضل يعمل ايه؟ يقدر بكل بساطه يعمل ترانسفير للديمانس بتاعت الشعب انتو ديسيجنز، يحول الديمانز لايه؟ ديسيجنز. دي شغلته ان هو يتكلم باسم الشعب. رغبتك ايه يا روح قلبي؟ انا عايزه كذا. وانتوا رغبتكم ايه؟ انا عايز كذا. وانت رغبتك ايه يا حبيبي؟ عايز كذا. احاول انقل رغباتكم دي للحكومه، واقدر احول الرغبات دي او الطلبات دي احولها لقرارات، احولها لقوانين. يعني العب دور قناه التواصل ما بين الشعب والحكومه. نائب الشعب هو همزه الوصل، والجمله دي هنستخدمها بكره تاني واحنا بنتكلم عن الاحزاب اللي بيجي منها النواب. بيلعب دور همزه الوصل ما بين او قناه التواصل، channel between the people and the government، the bridge between the people and the government، علشان يبقى بيتكلم باسم الايه؟ البيبل. في مشكله في الكلام ده؟ الدور الثالث اللي لازم اي برلمان يراقب على الحكومه، ليه؟ ركز بقى معايا. الفلوس اللي بتصرفها الحكومه هي فلوس الحكومه ولا فلوس الشعب؟ شعب. فلوس ايه؟ شعب. مش اصلا الفلوس دي تلات ارباعها، وانا مش بهجص وانا بقول لك تلات ارباعها، هي اصلا مش الفلوس دي تلات ارباعها جايه من الضرايب؟ صح؟ حرفيا احنا تلات ارباع الفلوس بتاعتنا ضرايب. حاجه كده هتاخدها لما تطلع سنه ثانيه اسمها الموازنه العامه للدوله. تلات ارباع الموازنه العامه بتاعتنا تاكسس. ركز ده في اللي هيحصل عشان نتكلم عليها كمان دقايق. التاكسس دي مين اللي دافعها؟ الشعب. يعني الانفاق اللي بتنفقه الحكومه ده اصلا انفاق لاموال الشعب. يبقى من حق الشعب بما انه صاحب الحق وصاحب الفلوس ان هو يراقب على فلوسه بتتصرف في ايه. بس احنا قلنا ان ما ينفعش كل حاجه تتم بشكل دايركت، هنعملها بشكل ان مين اللي احنا مختارينهم يتكلموا باسمنا؟ البرلمان، صح؟ فالبرلمان شغلته انه يراقب على الحكومه بتعمل ايه؟ تاخد قرارات ازاي؟ قراراتها سليمه ولا غير سليمه؟ بتصرف ازاي المبالغ والنفقات بتاعتها؟ فشغلته يا سيدي الفاضل ان هو يعمل اوفر سايت وسوبرفيجن اوفر
the executive authority. آسف على صوت القلم عدوها لي. Over the executive authority. ومن أهم الحاجات اللي ساعات البرلمان بيستخدمها كتول من التولز اللي ممكن يستخدمها حاجة كده ممكن تكون سمعتوها قبل كده بس ما تعرفهاش قوي. اسمها طلبات الاستجواب. طلبات الاستجواب. وعلى فكرة يمكن انتوا تسمعوا عنها في القصة بتاعت وزير التعليم بتاعكو اللي كان اسمه طارق شوقي لما كان دخلكو في وجع قلب كتير ايام الامتحانات والتابلت والحوارات دي كلها. بعد كده سمعتوا ان البرلمان عمل طلب استجواب لسيادة الوزير. طلب الاستجواب ده الغرض منه ايه في اي دولة ديمقراطية؟ انت طلعت من القاعة من غير ما تستأذن وجيت برضو مش راضي تبص لي. طب بعد كده بعد اذنكم قاعده ما ينفعش حد يتحرك من القاعه من غير ما استاذن. اول واحده عملت الحركه الزباله دي الحشاشه سلمى الشهري. تمام؟ طلع وراها الحشاش بتاع الوسط الفني الكزر الولد بشوري. تمام؟ وبعد كده تروح انت اسمك ايه ولا ايه؟ ايه؟ سامي؟ ماشي يا عم سامي. ماشي. سامحك. سامحك بس ركز معايا. عشان في ناس حبسه ها؟ اه والله. فاهم انت؟ وقعد احتراما ليه؟ فانت طالع كده بدل ما يسربوها عرق دلوقتي هم قاعدين. ماشي. وبالتالي عشان نقفل شغلنا. يلا يا باشا خلصنا ثلاثة. خلصنا ثلاثة. في حاجة اسمها طلبات الاستجواب. طلب الاستجواب ده علشان لما يجي لك في الامتحان تبقى عارفه. طلب الاستجواب ده أو الكويستشننج ده ساعات البرلمان عضو البرلمان بيقدمه وبيبقى قصده منه إحراج الوزير. يعني مثلا هنشوف النهارده ما بيننا وما بين بعض حاجة بتعبر عن الصورة دي. إن يبقى على سبيل المثال دولة زي بريطانيا. دولة بريطانيا دي ماشية بنظام هنعرفه إن شاء الله النهارده بعد البريك. إن بيستولى على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، يعني بيبقى معاه أغلبية البرلمان، بيعملوا انتخابات داخلية جوه البرلمان ويختاروا مين اللي يبقوا وزراء ويبقوا ماسكين الحكومة. يعني حضرتك ممكن تبقى جامع ما بين الصفاتين، عضو برلمان وفي نفس الوقت وزير. ده بيحصل في حاجة اسمها الأنظمة البرلمانية. وده هنتكلم عليه بالتفصيل النهاردة بأمر الله تعالى. الأنظمة البرلمانية دي يا سيدي الفاضل لو أنت لقيت وزير والوزير ده يا سيدي الفاضل عمل تصرف، التصرف ده مش أفضل حاجة. ده على طول بالنسبة للحزب المضاد أو لبقية الأعضاء اللي منتميين لأحزاب مختلفة ده بالنسبة لهم يعني زي ما بقول لك كده كأن جات له على الطبطاب. ياه الوزير اللي من الحزب اللي بينافسنا عمل حاجة غلط. تعال نجيبه بقى قصاد البرلمان يعني قصاد الشعب والأمور كلها مسجلة ونقدم له طلب استجواب نحرجه فيه. تعال يا سيادة الوزير عملت في الشأن ده ايه؟ صرفت فيه ازاي؟ اتحركت وخدت قرارك ده بناء على ايه؟ لو قدروا فعلا ان هم يحرجوه الوزير ده والحزب اللي هو منتمي اليه، وهنتكلم عن الاحزاب بكره يعني ايه كلمه حزب وايه الوظائف بتاعته وايه الطبيعه بتاعته. تمام؟ الحزب ده كله هيتحط في موقف محرج وهيفقد شعبيته لان الناس بتبص على ان الحزب ده كانه تيم كانه فريق. والوزير ده ما دام عضو في الحزب معنى كده ان الحزب ده واثق فيه وشايفه كويس. ازاي بقى الوزير ده يعمل حاجه غلط؟ يبقى معنى كان الحزب ده بيختار غلط او مصلحه الشعب مش فارقه معاه، فيبتدي الحزب ده يفقد شعبيته وممكن يخسر الانتخابات اللي جايه، خصوصا لو نظام زي بريطانيا ما فيهوش غير حزبين اتنين بس. يا الانتخابات يا ده يكسب يا ده يكسب، هما اتنين احزاب فقط. حزب اسمه حزب العمال وحزب اسمه حزب المحافظين. لو حزب العمال هو اللي كسب وهو اللي مشكل الحكومة وحزب المحافظين قدر يمسك عليه غلطات
من الوزراء والممبرز بتوعه منظر الحزب كله هيبقى زي الزفت. وساعتها الانتخابات اللي جايه هتبقى شعبيته اقل وحزب المحافظين هو اللي هيكسب. فعشان كده ما تستقلش لو فعلا دوله ديمقراطيه ما تستقلش بفكر الطلبات الاستجواب، لان ده شكل من اشكال الرقابه اللي بتمارسها البرلمانات على السلطه الايه؟ التنفيذيه. لان في الفتره الاخيره السلطه التنفيذيه قوتها بقت بتزيد اجمد بكتير من الاول، فكان لازم يتعمل عليها رقابه مشدده. رقم 4 موجود عند كل البرلمانات، وده يا سيدي الفاضل هنتكلم عليه السنه اللي جايه بالتفصيل. وانتوا لسه من شويه سالكوا سؤال، اغلب فلوس الدوله 3 ارباع جت من ايه؟ جت من ايه؟ ضرائب. عارف انت، عايز اقول لك على حاجه، تقريبا نص منهج، نص منهج سنه ثانيه الترم الاولاني في ماده البابليك فاينانس بنتكلم عن التاكسز. لازم تعرف ان التاكسز لازم تبقى في شكل قانون. شايف مين اللي بيحط القوانين اصلا؟ السلطه التشريعيه، صح ولا انا غلطان؟ مش هما لسه قايلين ان هما شغلتهم ان هما يعملوا ايه؟ ليجيسليشن، ايه لو ميكينج، صح ولا انا غلطان؟ مش لسه قايلين لازم يعملوا لو ميكينج؟ تمام. فلما تيجي تتكلم عن قانون الضرايب، مين اللي هيحط قانون الضرايب؟ البرلمان اللي هم نواب الشعب. البرلمان اللي هم نواب الشعب لازم يكون عندهم الدور المالي ده، لانه ليه اكتر من جانب. اول جانب فيه ان هم لازم يحطوا قانون الضرايب وسؤال الامتحان. السؤال ده هوريك عباره اسمها نو تاكسيشن وذاوت ريبريزنتيشن. تحس كده انه كلام دكاتك، كلام كده فاهم انت، اصحى للكلام. نو تاكسيشن وذاوت ايه؟ ريبريزنتيشن، على نفس النغم. نو تاكسيشن يعني مفيش تشريع ضريبي، مفيش قانون ضرايب الا لما لازم يتم بالريبريزنتيشن. ده اول حاجه. تاني حاجه يا سيدي الفاضل، بيراقبوا على حاجه اسمها ستيت بادجت، موازنة العامة للدولة. وباي ذا واي ده اسم المادة اللي عليك الترم الثاني سنة ثانية، مادة الموازنة العامة. هتتعلم في المادة دي ازاي البرلمان بياخد الإجراءات علشان يصدر الموازنة العامة للدولة، وكمان يراقب على الدولة وهي بتنفق أو وهي بتتخذ القرارات بتاعتها. تمام؟ كل ده من اختصاصات مين؟ البرلمان. وحاجة كمان مهمة جدا ربنا يكتب لك الخير وتشتغل فيها، أظن إن أغلبكم عمره ما سمع عنها، حاجة اسمها الأوديت. عارفين يعني إيه كلمة أوديت؟ مراجعة. أوديت جنرال. ده تابع للبرلمان. إيه الأوديت جنرال؟ ده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. حد سمع عن حاجه اسمها الجهاز المركزي للمحاسبات؟ الجهاز المركزي للمحاسبات ده مش عندك تفاصيله في المنهج، انما خلاصته ان ده جهاز رقابي شغلته ان هو يراقب ويراجع محاسبيا على كل الجهات الحكوميه انفقت المخصصات والفلوس بتاعتها ازاي، ويرفع التقرير لمين؟ للبرلمان، عشان البرلمان يمارس الدور المالي، الفاينانشال رول. الأربعة دول موجودين في أي برلمان طالما برلمان محترم، أي برلمان في أي دولة ديمقراطية فيه الأربعة دول بلا استثناء. إنما الخمسة والسادسة ممكن تلاقي بعض البرلمانات فيها الأربعة اللي فوق بس، أو فيها الأربعة اللي فوق زائد الخمسة، أو الأربعة اللي فوق زائد السادسة والخمسة لأ، أو فيها الأربعة اللي فوق زائد الاتنين اللي تحت. يعني الخمسة والسادسة دول متغيرين، بيختلفوا من برلمان ليه؟ برلمان. لو تاخد بالك رقم 5 مكتوب ايه؟ electoral. electoral يعني ايه؟ انتخاب. فاكر من شوية لما قلت لك على بريطانيا اللي هناخدها ان شاء الله بعد البريك ربنا يقدرنا؟ بريطانيا عندها انتخابات للبرلمان بس، الحزبين ينافسوا فيهم، والحزب اللي يكسب يعملوا انتخابات جوه البرلمان، مش انتخابات من الشعب، انتخابات جوه البرلمان داخليه، عشان يختاروا من ضمن اعضاء البرلمان مين اللي يبقى رئيس وزراء ومين اللي يبقوا وزراء. يبقى دي انتخابات شعبيه ولا انتخابات داخليه؟
الانتخابات الداخليه ده دور موجود عند البرلمان البريطاني لكن مش موجود عند البرلمان الامريكي. موجود عند البرلمان في الكيان الصهيوني برلمان الاسرائيلي، بس مثلا على سبيل المثال مش موجود في البرلمان الاسباني. يبقى كل برلمان على حسب عنده الفانكشن دي ولا لا؟ البرلمان المصري عنده الفانكشن دي، عنده الفانكشن الالكترال، بس الفانكشن الالكترال عندنا مش الزامية. يعني ممكن البرلمان، ممكن البرلمان يختار وزراء ورئيس وزراء، وممكن الرئيس هو اللي يختار ويبعت للبرلمان والبرلمان يأكد عليه أو يصدق أو يوافق عليه. وصل الكلام؟ وهنتكلم فكرة إن مصر نظام اسمه نظام شبه رئاسي، مختلف عن النظام البرلماني اللي موجود في إنجلترا وعن النظام الرئاسي اللي موجود في أمريكا. أي نظام برلماني هتلاقي عنده الوظيفة الإلكتر، لأنه لازم الحكومة تيجي من جوه البرلمان، لازم الحكومة تيجي من جوه الإيه؟ البرلمان. فعشان كده بنقول عليه إن some states، في بعض الدول، example United Kingdom، على سبيل المثال إيه؟ United Kingdom. طب الدور الجوديشال، الدور القضائي، مش المفروض ده برلمان يعني سلطة إيه؟ تشريعية مش سلطة إيه؟ قضائية. البرلمان اللي هو سلطة تشريعية مش سلطة قضائية، ده سيدي الفاضل ممكن يلعب دور كأنه قاضي، كأنه قاضي. ازاي؟ احنا عندنا سلطة قضائية مستقلة. ساعات كتير بما ان الشعب هو مصدر السلطات، لما بيكون في مخالفات للدستور او مخالفات من الرئيس كبيرة جدا، ما بنوقفش الرئيس قدام محكمة عادية، نوقفه قدام محكمة الشعب. محكمة الشعب احنا اتفقنا بشكل ان دايركت، يبقى من خلال نواب الشعب، وده موجود في امريكا في البرلمان الامريكي الكونجرس. عندهم مجلس اسمه مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ الامريكي عنده الدور ده، الدور الجوديشال، وحاول يمارس الدور ده على الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكتر من 3 أو 4 مرات ايام ما كان ترامب موجود، ايام ما كان ترامب قبل جو بايدن. طبعا جو بايدن محدش مكلف خاطره ان هو اصلا يعمل معاه الحوار ده، لان جو بايدن لا بيحل ولا بيرد، كله هجس يعني. انما ترامب لو تفتكروا كان مسخن الدنيا، وكل شويه يطلع في مؤتمرات وياخد قرارات، وهعمل ده وهشيل ده وهحجز ده وهحصر ده وهخش في حرب مع ده. فاكثر من 3 مرات يحاولوا يعملوا ادانه للرئيس ترامب بحاجه اسمها الجرائم الدستوريه. إدانة للرئيس ترامب بالجرائم الدستورية، والإدانة دي يا سيدي الفاضل لو فعلا حكموا عليه بهذه الإدانة، الرئيس لازم يتنازل عن بقية فترة الرئاسة بتاعته، يتنحى، يجي على جنب خلاص، يركن ويقول يلا يا جماعة اعملوا انتخابات مبكرة، أنا مش مكمل كده في الرئاسة. وده حصل يا سيدي الفاضل مع رئيس أمريكي قديم اسمه نيكسون. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ حد يسمع عن ايام حرب فيتنام؟ سمعتوا الفتره دي بتاعت فيتنام اللي هي ايام الستينات؟ كان في رئيس اسمه نيكسون. الراجل ده كانت مشاكله كتير وفضايحه كتير وحواراته كتير. فالكونجرس الامريكي متمثل في السنت مسك نيكسون وحكمه بجرائم دستوريه، فاجبره على الاعتزال، اجبره على الترحل بالإجبار، حكم عليه. هل الدور القضائي ده موجود عندنا في مصر؟ مش موجود. الدور القضائي ده موجود في بريطانيا وموجود في أمريكا. يعني لو اتكلمت على الستة، الستة كلهم موجودين في بريطانيا، لكن في أمريكا فيهم الأول والثاني والثالث والرابع والسادس، الخامس لا. حلو كده الكلام؟ لو حد عايز يصور البورد يصورها. طب هو مش ممكن يكمل برضو الرئاسة؟ لا خلاص، لان السلطه دي عند المجلس النيابي هناك. لو حد عايز يصور الريبرزنتيشن يصورها، مش هيبقى معاك البريف بتاعها؟ طب
بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، هتفق معاكم اتفاق بالله عليكم عشان تبقوا فريش. دلوقتي دلوقتي انا عندي ثلاث شلل مش مركزه، ثلاث شلل مش مركزه، وده مش في مصلحتكم. في الوقت العادي واحنا عندنا رفاهيه الوقت يا عم نهزر مع بعض ونعمل كل حاجه في الدنيا، بس دلوقتي انتوا وقتكم ضيق وعايزين نلم الدرجات علشان هتندم وانت طالع سنه تانية لما تشوف مواد سنه تانية وانت ما لمتش درجات من اولى. قسما بدين الله هتفتكر كلامي وانا بقول لك سنه اولى اكتر سنه المفروض تلم فيها درجات. انا عارف انك بتضحك عليا جواك، طول درجات ايه يا عبيط، ده انا مش عارف الم حاجه ولسه هلم في تانية. والله العظيم ثلاثة هتلاقي الافيان نازله عليك في سنه تانية مش ملاحق. الحق لم درجات في اولى. فما تزعلش مني ان انا ممكن يكون دمي تقيل شويه علشان عايزك تبقى مركز وملتزم عشان تستفيد احسن حاجه. اللي احنا خلصناه مع بعض ده تقريبا بمثابه شيت، وعايزين بعد البريك نخلص شيت كمان.